عرضية جول 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 جول. الأدي العرضية على طول عند فاروق نور الدين، خطيرة مع ديوب، وده الهدف الثاني. هل ستتحقق للشرقية الاستفاقة؟ فاروق اروق 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 فاروق يروق كل الجماهير. الحمد لله رب العالمين على الثلاثة بونت أهم حاجة، واحنا دلوقتي بننافس بقوة جدا على صعود بإذن الله للترقي، وبإذن الله نوعد جماهير الشرقية ربنا يكرمنا كده ويحالفنا الحظ ونسعد ونفرحهم ونصعد للدور الممتاز باذن الله. والله احب اشكر جمهور نادي الشرقيه والجهاز الفني اداره الناس كلها محترمين الحمد لله على التلاته بونت. لسه في كمان ثلاث ماتشات، ما نبصش للدمياط، انا ما نبصش للدمياط، احنا نبص لنفسنا بس نكسب والباقي ربنا. والله الحمد لله، طبعا احنا في مرحله صعبه بنفنش الدوري، فلازم طبعا كل اللعيبه اجتهدت النهارده، وبنحاول ان احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا في الفتره اللي جايه، وان شاء الله دمياط تتعطل في ماتش كده، وان شاء الله نكسب باذن الله.